بص، هي لحظة قاسية جدا، لحظة بس استريتنا بيعيط وشوفنا بيعيط وبعدين قدمنا مناعة الموسم الجاي بقى نقول ربنا، ولحظة سيئة بالنسبة لي بشكل كبير طبعا، لأن زمان كنت بقول إن أنا عمري في حياتي ما ألاقي أسوأ من إن أنا شفت محمد الأهلي والأندي وجول سيد عبد المنعم اللي خسرنا كمان، بعدها قلت مش هشوف أسوأ من اليوم بتاع العربون ودوري أبطال أفريقيا، بعدها قلت إن أنا عمري في حياتي ما هشوف يوم أسوأ جدا بالنسبة لي بعد 8-2 من بايرن ميونخ، قلت خلاص أنا بالنسبة لي الشغف في الكورة خلاص كل حاجة سيئة. وميسي قاعد يعيط واللعيبه قاعدين يعيطوا وكلنا بنعدي كده على شريط الذكريات بتاع زمان، قعدنا نعيط جنبهم اللي هو انت عمرك في حياتك ما عملتها حتى الفرقه بتاعتك بتخسر، بس عملتها النهارده في مؤتمر وداع ميسي، حاجه حسيت فعلا بالنسبه لي بالقهر، وحاجه حسيت ان انا فعلا عمري في حياتي ما هلاقي يوم سيء في عالم كره القدم زي النهارده، عشان كده مع الاسف عامل الفيديو ده عشان اوصلك اللحظه الكارثيه دي.